ما ذكروا الأخوان قبل شوية، لو واحد صاحب رخصة صيد مثلا، عنده رخصة الصيد بس مهنته الرئيسية يمر على القراقير في البحر يبوقها ويشرد لا الله يسلمك. خلني بوضح لك بس اسمح لي أوضح لك. طب هذا شلون تعطي رخصة دائما؟ شلون مقرر خلك رخصة دائما؟ ما يصير مقرر اللجنة، خليك في الدفاع عن تقرير اللجنة، لا تدخل في تفاصيل أخرى. أنا بعطي ردا معالي الرئيسة بس ردا رد مقرر. لحظة انت حط لحظة، ليش مستحية لحظة بس بعطيك تقاطعت المقرر. ما أعطيتك بعدين. لا ما يصير، لازم اكمل كلامي يا اخ فاضل. انت جبت مثل، انت جبت مثل. تفضل معلش. الحين من اللي طلب نقطة نظام؟ تفضل. على فكرة قبل ما تتكلم هناك رأيين أبعد، بس أنا بخلص المداخلات حتى نشوف الآراء الأبعد. الرئيسة، أنا جاي من عائلة بحارة، أهلي وأجدادي كلهم بحارة، وما أرضى المساس بكلمة لهم. كلام اللي تفضل فيه مقرر اللجنة غير مقبول، وأطلب شطبة. شنو يقول عن البحارة حرامية؟ عفواً مع الرئيسة. لا لا، هذا كلام اللي أنت فاضل. صح كلامك لو سمحت فاضل، أنا كلامي واضح. عفواً مع الرئيسة، كلامي واضح أخ فاضل، كلامي واضح. قلت لك إذا كان رجل بحار وعنده مهنة السرقة، هذا شنو تعطيه؟ كلامي واضح معالي الرئيسة. لا أنا لازم أرد عليه معالي لو سمحتوا. هاي مو أسلوب جلسة ولا أسلوب نقاش. لا صحح كلامك فاضل. أخ فاضل صحح لو سمحت. أنا الكلام كلامي اختلف. طيب إذا نرفع الجلسة وباقي الجدول الأعمال في الجلسة القادمة.